ما زالت قضية المصري المتهم بالتجسس تتفاعل في ألمانيا، حيث قال المدعي العام الألماني إن اتهامات التجسس وجهت رسميا إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية وجمع معلومات لصالح المخابرات العامة المصرية. وجاء في البيان الصادر يوم الاثنين إن الرجل يدعى أمين كاف، وكان يعمل في المكتب الصحفي للمستشارة الألمانية منذ عام 1999. وأضاف البيان أن الرجل حاول أيضا مساعدة المخابرات المصرية في تجنيد عميل آخر في ألمانيا، ولم تعلق حتى الآن السفارة المصرية في ألمانيا أو أي جهة رسمية مصرية معنية. وينضم إلينا من برلين محمد الكاشف، محامي وباحث حقوقي. أهلا بك معايا محمد، وخلينا نبدأ من البيان بتاع اليوم. يعني احنا عارفين القضية عن الاتهام الموجه لمصري ألماني في ألمانيا تقريبا من شهر يوليو، وقت ما أعلنت عنها الجهات المسؤولة في ألمانيا. إيه اللي بيقدمه، إيه الجديد اللي موجود النهاردة في بيان المدعي العام الألماني؟ مساء الخير. هو مساء النور. طبعا الخبر مش جديد، الخبر بقاله 4 شهور وتم اكتشافه السنة اللي فاتت. يعني هو معروف من نهايات السنة اللي فاتت من من 12 ديسمبر المفروض. 2019 من ديسمبر 2019 ان هو الشخص دوت بيعمل بيتجسس وبينقل معلومات لصالح جهاز استخباراتي مصري. هو مش واضح جدا من البيان كل اللي قاله، انه قال اسم الشخص، الاسم الاول والحرف الاول من اسم العيله، ما قالش اكتر من ان هو تحت المراقبه بقاله فتره وان التحقيقات مستمره. وكمان كان في معلومه ان هو ما كانش عنده امكانيه دخول على نطاق واسع للبيانات، وان مهمته الرئيسيه هي شكل الرئيس المصري والنظام المصري في عيون الإعلام الألماني وأصحاب القرار، اللي هو يعني الصراحة حاجة مخيبة للآمال جدا لكل الناس اللي هي متابعة عايزة تعرف الجاسوس دوت كان بيعمل إيه داخل مكتب المتحدث الإعلامي للمستشارة الألمانية. فنكتشف ان المهمه اللي كان بيقوم بيها يقدر يقوم بيها اي حد بيتكلم الماني، اي حد يقدر يشوف الاعلام الالماني بيقول ايه على النظام المصري، يعرف اصحاب القرار والسلطه الالمانيه والحكومه الالمانيه رايها ايه وبتقول ايه على الرئيس المصري. ولكن من الأشياء الأخرى برضو إن هو كان بيتجسس أو بيحاول يطلع على معلومات تفيد تعاون الحكومة الألمانية مع معارضين عايشين في ألمانيا. طيب، وده خلينا نسألك يا محمد، يعني هل الشخص زي ما انت ما قلت تم الإعلان عن اسمه الأول على الحرف الأول من اسم عائلته في البيان الرسمي اللي خارج النهارده من مكتب المدعي العام الألماني، هل انتم كنشطاء موجودين في ألمانيا قدرتم تتعرفوا على، خاصة ان هو كان تم بالفعل ذكر مكان وظيفته، هو كان بيشتغل فين تحديدا في مكتب المستشارة ميركل فين، هل قدرتم تتعرفوا عليه، هل كان منتشر في دوائر النشطاء اللي موجودين في ألمانيا؟ طيب انا خليني اقول لحضرتك حاجه بس انا حابب اوضحها. هي يعني هنا المصريين عايشين دوائر كتير جدا، والفكره كمان ان هو الشخص دوت لما اتعلن عن اسمه الاول في ناس من اللي عايشين هنا في المانيا وعايشين في برلين وبقالهم فتره عرفوا الشخص دوت بمجرد من اسمه الاول واسمه الثاني، في ناس عارفاه. ولكن هل هو كان في وسط دوائر النشطاء او في وسط هو اولا كلمه دوائر النشطاء دي تدي احساس ان الناس في المهجر او الناس في المنفى دوت لسه زي ما هي الدوائر زي ما كانت شغاله ايام الثوره في اعقاب الثوره. ولكن للاسف هنا خلينا نقول ان الحياه فرقت الناس وكل حد بيقدر يعمل حاجه يعملها. فهو ما كانش منتشر في اوساط النشطاء، ولكن هو دايما كان الوضع ان هو الشخص ده بيسوق نفسه ان هو وصلة ما بين المكتب الاعلامي للمستشارة وما يهم المصريين، يعني على اساس ان انا حد اصولي مصرية
فانا اقدر اساعدكم ان انتوا توصلوا جوه. وهو كان بيتواصل مع شخص او اتنين بالكتير، مش مع دوائر. واجابه لسؤال حضرتك، هو الشخص يعني يعني من اسمه الاول والتاني، هو مفيش اكتر من حد بالاسم ده في المركز ده او في الوظيفه دي. طيب محمد، من وقتها، من وقت يوليو، يعني خلينا نقول يوليو وقت الإعلان الرسمي الكبير بدون الرجوع مرة أخرى إلى ديسمبر، حتى الآن وما فيش أي تحرك مصري ولا أي تحرك من أي جهة رسمية مصرية، هل في تفسير لده؟ من الواضح ان احنا فقدنا الاتصال بمحمد الكاشف، اتمنى ان احنا نعوض الاتصال مره اخرى. وزي ما قلنا احنا اول مره سمعنا عن الشخص المتهم بالجاسوسيه كان في شهر يوليو الماضي، هم قالوا وقتها ان بدا بالفعل التحقيقات ومراقبه هذا الشخص من ديسمبر 2019، وطبعا بصدور بيان المدعي العام، معنى كده ان هي اتفتحت قضيه بالفعل حتى الان. وده اللي يعتبر غريب، خاصه من كل الاتهامات بتقول ان هو كان بيتجسس لصالح جهاز رسمي مصري، جهاز مخابراتي رسمي مصري، وحتى الان ما فيش أي رد فعل ولا من السفارة المصرية ولا من أي جهة رسمية في مصر. برضو من الأسئلة اللي المفروض أن هي تخطر في بالنا، هل الحكومة الألمانية وقتها بتخاطب أصلا الحكومة المصرية، ولا الموضوع كله بيتعلق بهذا الشخص وبتحويله إلى المحاكمة فقط لا غير؟ وزي ما احنا سمعنا من محمد، هو الشخص يعني كان بيعمل في المكتب الإعلامي الخاص بالمستشارة ميركل، وكان بيعمل لعدة سنوات طويلة، ويعني يعتبر دلوقتي تم التعرف عليه من خلال النشطاء المصريين بعد الإعلان عن اسمه عن الحرف الأول من العائلة على حسب المعلومات اللي صدرت في بيان المدعي. برضو في بالعودة مرة أخرى إلى شهر يوليو الماضي، ما كانش فيه حقيقة معلومات عن الاسم الأول ليه ولا الحرف الأول من عائلته، كان شخص مجهول الهوية تماما. يعني وحتى الآن برضو أيضا مرة أخرى البيان اللي صادر اليوم والبيان اللي صادر في من ألمانيا في شهر يوليو قال إن هو ما كانش بيطلع على الكثير من المعلومات. يعني احنا بنشكر محمد الكاشف المحامي والباحث الحقوقي، كان معنا من برلين.